بعد ظهري بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. الجبير يواجه إيران بالوقائع الدامغة التي تثبت رعايتها للإرهاب في المنطقة والعالم. أردوغان يلوح بتمديد عملية درع الفرات جنوبا بالتزامن مع انتهاء الهدنة وتجدد القصف العشوائي. سلام يلقي اليوم كلمة لبنان أمام المؤتمر الخاص بالنازحين، على أن يلقي الخميس كلمة لبنان أمام الجمعية العامة. وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد. تعليق التداول في بورصة أستراليا بسبب مشكلة تقنية. وفي الرياضة، ريال مدريد يعادل رقم برشلونة التاريخي في الليغا. أهلا بكم. واجه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إيران بالوقائع الدامغة التي تثبت رعايتها للإرهاب في المنطقة والعالم، معتبرا في مقال نشرته صحيفة The Wall Street Journal أنه لا يمكن لإيران أن تغسل يديها وسجلها الإرهابي. وتحدث الجبير عن أن ما ذكره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز قبل أيام عن محاربة التطرف مثير للسخرية، ويمكن تصنيفه ضمن الدعاية الإعلامية الكاذبة. لا يمكن لإيران تبييض سجلها الإرهابي، عنوان اختاره وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لمقاله في The Wall Street Journal ردا على الادعاءات المثيرة للسخرية التي ساقها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقال نشره الأربعاء الماضي في صحيفة نيويورك تايمز، والتي زعم فيها أن إيران تكافح التطرف، مستشهدا بالمقولة الشهيرة لجون آدمز: الوقائع حقائق عنيدة، التي لطالما رددها الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان. شدد الجبير على أن الوقائع تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب، وذلك من خلال تورطها في عدد من العمليات الإرهابية منذ العام 79، بدءا بالهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت واستهداف قوات المارينز في مطار بيروت، مرورا بتفجيرات أبراج الخبر العام 96، وصولا إلى استهداف عشرات السفارات الموجودة في إيران واغتيال الدبلوماسيين حول العالم. وقال الجبير إنه لا يمكن لطهران أن تتكلم عن مكافحة الإرهاب فيما فيلق القدس والحرس الثوري يدربان ويجهزان ويمولان ويسهلان العديد من المجموعات والأعمال الإرهابية. وأضاف: لو كانت إيران جادة في مزاعمها مكافحة الإرهاب لكانت سلمت قادة القاعدة الملتجئين إليها وتوقفت عن تمويل حزب الله وهو منظمة إرهابية، ولا سيما أن أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله أكد في وقت سابق أن تمويله آت من إيران بشكل تام وبنسبة 100%. كما شدد الجبير على ضرورة أن توقف إيران تصنيع وتوزيع القنابل المصنوعة يدويا وإرسال الأسلحة إلى الإرهابيين والميليشيات الطائفية في المنطقة التي تسعى إلى استبدال الحكومة الشرعية بدمن إيرانية. الجبير اتهم إيران بالسعي لتأجيج النعرات الطائفية في البلدان العربية، مضيفا أنه منذ أن استولى الملالي على السلطة تعهد كما هو مكتوب في دستوره بتصدير الثورة إلى العديد من البلدان كالسودان وسوريا ونيجيريا ولبنان وغيرها. وفي الشأن السوري، أشار وزير الخارجية السعودية إلى تلطخ أيدي إيران بدماء أكثر من 500,000 شخص ذبحوا من قبل نظام الأسد الذي أمدته إيران بقوات نظامية وغير نظامية لإنقاذه. كما تحدث عن دور المملكة العربية السعودية الرائد في محاربة الإرهاب، وأشار إلى أن سجل المملكة نظيف ومصادق عليه من قبل حلفائها في المجتمع الدولي، بينما سجل إيران مليء بالقتل والدمار. وختم الجبير مقاله بالتذكير أن موقف السعودية ثابت فيما يتعلق بإيران، فالمملكة ترحب بعلاقات أفضل معها بناء على مبادئ علاقات حسن الجوار وعدم تدخل في شؤون الآخرين، وهذا يعني أنه يتوجب على إيران التخلي عن أنشطتها التخريبية والعدائية والتوقف عن دعمها للإرهاب، ولكن حتى الآن سجل إيران ليس مشجعا. في نيويورك، من المقرر أن يلقي بعد قليل رئيس الحكومة تمام سلام كلمة لبنان أمام المؤتمر الخاص بالنازحين، على أن يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس المقبل. ولتفاصيل إضافية سوف نكون بعد قليل مع مراسلتنا شهير إدريس مباشرة من نيويورك.
ونبقى أيضا في نيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك بحضور زعماء من أنحاء العالم لمناقشة كيفية التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 65 مليون لاجئ. عشية افتتاح الدورة 71 من الجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت في نيويورك القمة الأولى التي تنظمها المنظمة الدولية لمناقشة أخطر أزمة للهجرة منذ الحرب العالمية الثانية. القمة التي يشارك فيها قادة الدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة تهيمن عليها الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس وأسفرت عن نزوح أكثر من 9 ملايين شخص ولجوء 4 ملايين آخرين إلى دول مجاورة أو إلى أوروبا. ويتوقع أن تنتهي قمة نيويورك بتوقيع إعلان سياسي يشدد على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب وحصول الأطفال اللاجئين على حقهم في التعليم. لكن الإعلان لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام ولا التزامات محددة بشأن كيفية تقاسم أعباء المهاجرين، وقد اعتبرت المنظمات غير الحكومية أن هذه الالتزامات أقل مما يفترض، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن القمة تفوت فرصة للتوصل إلى خطة دولية بشأن أزمة اللاجئين. وبالتزامن مع انعقاد قمة نيويورك، تظاهر ناشطون في وسط لندن ووضعوا 2500 سترة إنقاذ على الأرض للفت أنظار المجتمع الدولي إلى أزمة اللجوء في الدول الأوروبية. ونعود مجددا إلى نيويورك، حيث مراسلتنا شهير إدريس. شهير، تفضلي، ماذا في كلمة الرئيس تمام سلام، وماذا أو هل من لقاءات؟ رشا، فعلا اليوم سيتم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للاجئين والنازحين الذي يعقد بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أن تعقد غدا يكون افتتاح الجمعية العامة لاجتماعات الأمم المتحدة. لكن الرئيس تمام سلام الذي يحضر هذا الاجتماع اليوم والافتتاح سيكون له كلمة، يعني مساء اليوم سيكون للبنان كلمة مهمة بحسب ما أكدت مصادره لنا بالأمس، أنه سيشدد مرة جديدة على ضرورة دعم لبنان في هذه القضية الكبيرة والتي تؤثر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب اللبناني، خصوصا أنه في هذه الأوقات هناك أيضا هذه المشكلة تعم كافة الدول الأوروبية، وهم أيضا سيلتفتون أكثر في هذا الاجتماع إلى ضرورة أن يكون هناك دعم للدول المضيفة، لا سيما لبنان. نعم، إذن نعتذر عن انقطاع الاتصال ونتابع النشرة. إلى لبنان، فقد أعلن وزير العمل سجعان قزي خطة تفصيلية لعودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة ببلدهم، وأكد أن المشروع هو ليبقى لبنان للبنانيين وسوريا للسوريين. الكيان اللبناني بخطر، إذ ما هو أهم من الحدود الدولية هو الهوية الوطنية، والهوية الوطنية معرضة للتغيير. جرس إنذار مرفق بحل هو عبارة عن مشروع تنفيذي لعودة النازحين السوريين أطلقه وزير العمل سجعان قزي وفق رزنامة محددة مدتها سنتان تبدأ من أول كانون الثاني 2017. ولئلا نقع ونقع كلبنانيين وكسوريين في التجربة السوداء التي وقعنا بها مع إخواننا الفلسطينيين في السبعينات والثمانينات، يجب اتخاذ قرارات واضحة وصريحة، لأن مصيرنا على المحك. نوعية الحلول اللي عم تطرح علينا ستؤدي دون أن يريدوا إلى توطين إخواننا السوريين في لبنان. لهالسبب نتمنى أنه اليوم نقدم لهم شيء آخر عن المنطق يلي عم بيحكونا فيه. هالشي اللي رح أقدمه يمكن ما يكون مثالي، ولكن على القليلة بداية بحث عن مشروع عملي لعودة إخواننا النازحين.
ووفق الخطة التي طرحها قزي يقسم النازحون على 4 فئات: النازحون المؤيدون للنظام، المؤيدون للمعارضة، المحايدون والمهاجرون. وتتضمن الخطة 4 مراحل: مرحلة خيار الأرض والتحضير التي تشمل اختيار مناطق نائية وتحويلها مناطق آمنة في سوريا مع ما تتضمنه من تحضيرات وإجراءات، وإعادة 250,000 نازح لتنطبق عليهم صفة النزوح الاضطراري إلى مختلف المناطق السورية. المرحلة الثانية: بدء عودة النازحين الفعليين. المرحلة الثالثة: عودة جميع النازحين المسجلين على لائحة المفوضية العليا للنازحين. والمرحلة الرابعة تقتضي إجراء مسح شامل للتأكيد من عودة كل النازحين والتعويض على لبنان. ولفت قزي إلى أن ميزانية المالية تؤمن من الدول العربية التي لم تستضف النازحين والدول المانحة، ومن بعدها تتشكل لجنة إدارية من الدولة اللبنانية والأمم المتحدة للإشراف على عودة النازحين من لبنان وتنظيم انتقالهم، على أن يؤلف لبنان لجنة عليا تضم 3 إلى 5 شخصيات تتولى عرض هذا المشروع على الدول العربية والدولية والأمم المتحدة وإقناع الرأي العام الدولي به. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين وزير الداخلية نهاد المشنوق وعرض معه للأوضاع العامة والوضع الأمني. استقبل وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور يرافقه مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن. أبو فاعور أكد بعد اللقاء أن البحث تناول موضوع الاستقرار الأمني والذي يعود الفضل الأساسي فيه إلى الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني بإشراف مقبل، ويحرص وليد جملاط على الاستمرار والحفاظ عليه في كل المناطق اللبنانية. وأضاف أبو فاعور: الموضوع الآخر يتعلق بالتجاذبات السياسية التي تكاد أن لا تنتهي، لكن المهم أن لا تؤثر على عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية وتحديدا مؤسسة الجيش. وتتابعون بعد الفاصل اختتام الدورة 7 لمعرض بيروت آرت فير. أصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرارا بشأن تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارا من 25 من الشهر الحالي وحتى 20 من شهر تشرين الأول من العام الحالي. في صيدا سلم الفلسطيني محمد ديا نفسه فجرا للقوى الأمنية، وهو ناشط لصالح تنظيمات داخل عين الحلوة ومقرب من المدعو بلال بدر. تشققات وتصدعات واسعة تتهدد سكان مبنى رائدة 3 في عبرة شرق صيدا، والبلدية طلبت إخلاءه لاتخاذ الإجراءات المناسبة. عاش سكان مبنى رائدة 3 في عبرة شرق صيدا والمؤلف من 6 طبقات موزعة على بلوكين ليلة صعبة وطويلة بعدما اتسعت التصدعات والتشققات التي يعاني منها المبنى منذ فترة طويلة لنحو 5 سنتيمترات، وبدأت تتساقط منها رمال وحجارة، ما أصاب السكان بحال من الذعر والخوف، أبلغوا على إثرها البلدية التي تحركت على الفور مع القوى الأمنية وكلفت مهندسا مختصا من قبلها الكشف على المبنى ليتبين أن التصدعات من أسفل المبنى وحتى السطح تشكل خطورة نسبية على حياة قاطنيه. تبين أنه التشققات كلها بالطول، يعني بحسب رأي المهندس أنه التشققات بالطول مش كتير خطيرة، أكتر شيء بيكون خطيرة التشققات بالعرض، هيدي اللي بتشكل خطر. بس يعني خوفا على حياة العالم كانت النصيحة أنه نخلوا البناء، واليوم الصبح بعتنا كمان تبليغ للأهالي أنه يخلوا البناء خوفا من خطر داهم، لأنه في السلام العامة هي أهم شيء. بعض السكان استجابوا لطلب البلدية وأخلوا المنازل، فيما رفض الباقون الخروج مناشدين المعنيين التحرك فورا لمعالجة مشكلتهم، خاصة وأنهم على أبواب فصل الشتاء والمدارس. أنا من بيتي ما بظهر لأني ما إلي مأوى غيره، وجوزي ميت له 9 أشهر، ما عندي إلا هالبيت اللي قاعدة فيه. هل عم بيقولوا لنا اخلوا البنايه من امبارح؟ اخلوا البنايه، انا وين بدي اروح؟ بعد بالشارع يعني؟ وين بدنا نروح؟ ما في يعني لا حول ولا قوه، بدك تروح تستاجر بيت بدك تحط لك شي 500 دولار. قالوا لنا اخلوا البيت. طيب يعني انه في خطوره العماره. ايوه شو حتعملوا؟ انا والله ما الي حدا بصراحه، انا ما الي حدا.
عشرات العائلات مهددة بالتشرد إذا لم تعالج مشكلة المبنى بأسرع وقت ممكن، وقد سارعت الجهات المعنية لتأمين مأوى بديل للأهالي ريثما يتم ترميمه أو إعادة تأهيله. استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة السفير المصري الجديد في لبنان نزيه النجاري، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. أعاد أهالي عين دار إقفال طريق الكسارات في دهر البيدر بالسواتر الترابية كليا، مع إبقاء الاعتصامات مفتوحة ومستمرة ليلا ونهارا، وذلك بعدما عمد بيير فتوش مالك معمل الإسمنت إلى إدخال معدات إلى المنطقة. في إطار برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي، أعلن النائب محمد قباني عن 7 اقتراحات قوانين جديدة تتعلق بالمياه الإقليمية اللبنانية. أما أبرز المواضيع التي شملتها اقتراحات القوانين المقدمة فهي الآتية، فقط لحبقرأ أنا العنوان. اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. 2 اقتراح قانون البحث العلمي البحري. 3 اقتراح القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة في المناطق البحرية. 4 اقتراح قانون متعلق بالصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 5 اقتراح قانون يتعلق بالمرور البريء. 6 اقتراح قانون حماية البيئة البحرية. 7 اقتراح قانون يتعلق بالسفن. الدورة 7 لمعرض بيروت أرت فير والتي تركزت على فنانات لبنانيات اختتمت أعمالها لهذا العام. سلط معرض بيروت أرت فير الفني البارز الضوء في دورته 7 التي اختتمت أمس على فنانات لبنانيات مميزات، إضافة إلى أعمال أكثر من 200 فنان من دول عدة. يقول المنظمون إن عدد زائري بيروت أرت فير في العام السابق تجاوز 20,000. الجزء الهام في معرض بيروت للفنون هذا العام هو لبنان الحديث، فنانات العصر الحديث اللبنانيات، الفضل للنساء اللائي كنا أحرارا، اللائي مهدنا الطريق للحداثة في لبنان. هؤلاء النسوة لهن أهمية في تاريخ لبنان، وبهذا المعرض يمكننا أن نعرف أين نحن اليوم والشجاعة التي كانت عند أولئك النسوة. المعرض أولى في دورته هذا العام اهتماما خاصا بالفنانات اللواتي ينتمين إلى حقبة الفن الحديث، وذلك من خلال عشرات الأعمال الفنية المختارة من المجموعات الخاصة ومن مجموعة وزارة الثقافة اللبنانية. السنة انتبهنا أنه في كتير كان ديزاف مخصصين بس للمرأة، في 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 مش بس بانتور، في كمان سكولتشر. هذا الشيء كمان بيرغب أكثر من الواحد يجي يتعرف بإيفنت مخصص بس للفن، لكل شيء بينتينج وفن نفتقدش بلبنان نوع من هذا الإيفنت عادة. ويقدم أحد المصارف اللبنانية جائزة تحمل اسمه تشمل التصوير الفوتوغرافي بهدف إتاحة الفرصة للمصورين اللبنانيين الشبان للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور وصالات العرض الكبرى ووسائل الإعلام. بعد الفاصل في النشرة، الرئيس اليمني يجري تعديلا وزاريا وينقل البنك المركزي إلى عدن. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها. الجبير يواجه إيران بالوقائع الدامغة التي تثبت رعايتها للإرهاب. أردوغان يلوح بتمدد عملية درع الفرات جنوبا، وسلام يلقي اليوم كلمة لبنان أمام المؤتمر الخاص بالنازحين. تنتهي الهدنة الروسية الأمريكية في سوريا بشكل رسمي اليوم، علما أنها انتهت في الميدان يوم أمس في ظل إصرار النظامين الروسي والسوري على استهداف أحياء المدنيين في حلب. تزامنا أعلنت بريطانيا أنها شاركت في غارة التحالف الدولي التي استهدفت موقعا لكتائب الأسد يوم السبت الفائت في دير الزور.
بعد سلسلة غارات روسية وسورية وقصف عشوائي من قبل كتائب الأسد على مناطق عدة، فشلت وانتهت بشكل شبه رسمي الهدنة الروسية الأمريكية في سوريا. الطيران الروسي والسوري كثف غاراته على حلب وريفيا وتحديدا على أحياء كرم الجبل والشعار وسيف الدولة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالإضافة إلى تدمير عدد من المنازل والأبنية. في المقابل واصلت المعارضة تقدمها في الكرة المحادية للحدود التركية السورية وحررت المزيد منها بعد معارك مع تنظيم داعش، لا سيما في تلت قرية تل عار. أما عن مصير دخول المساعدات إلى شرق حلب فأكدت المعارضة استحالة وصولها ولا تزال عالقة على الحدود التركية السورية بانتظار الضوء الأخضر. وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين عن خيبة أمله لأن قافلة تابعة للأمم المتحدة لم تعبر حتى الآن من تركيا إلى سوريا ولم تصل بسلام إلى شرق حلب، حيث لا يزال ما يصل إلى 275 ألف شخص محاصرين. وفي شمال البلاد أيضا أغارت المقاتلات التركية على 3 أهداف كان تنظيم داعش يستخدمها كملجأ ومخزن للذخيرة ومقر عسكري، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. وإلى حمص تأجلت عملية خروج دفعة أولى من المدنيين في حي الوعر ضمن اتفاق المصالحة والتي كانت مقررة الاثنين بسبب وجود مشكلة بالتنسيق بين روسيا والأمم المتحدة في شأن سلامة الطريق الذي ستسلكه الحافلات، لا سيما أن الطائرات الروسية تقوم باستهداف المنطقة. وكان اتفاق مصالحة قد عقد قبل أيام في حي الوعر يقضي بخروج 200 شخص فقط، بينهم مقاتلون مع عائلاتهم باتجاه إدلب، وذلك لأسباب قاهرة تعصف بأحوال المدنيين هناك، حيث أن عددا كبيرا من الخارجين هم أصحاب الأمراض المزمنة التي بحاجة إلى علاج سريع ومتابعة طبية، الأمر الذي لا يتوفر منذ سنوات في الحي المحاصر. وفي موازاة الإعلان عن فشل الهدنة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا قد يتوغلون جنوبا بعد أن طردوا متشددي تنظيم داعش من منطقة على الحدود التركية السورية في إطار عملية درع الفرات. إن فصائل الجيش الحر ستواصل التقدم إلى بلدة الباب الخاضعة حاليا لسيطرة داعش ولا ترغب في تدخل قوات خاصة أمريكية. ضبت على قناعة بأن العالم أدرك أو سيدرك قريبا بأن الأزمة السورية ليست مخصوصة بالشعب السوري وبعض الدول المجاورة لهذا البلد، وذلك من خلال تأثر الجميع بنتائجها وتأخر حل هذه الأزمة مدعاة لخجل الأمم المتحدة. ولا يمكن إنهاء أزمة اللاجئين عبر التخفي وراء الأسلاك الشائكة والجدران العازل على طول الحدود، وعلى الدول وخاصة المتقدمة منها أن تدرك مسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين. اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي بأنه باع العراق للإرهاب، وجاء أحدث هجوم للصدر ردا على تصريحات سابقة للمالكي وصف فيها خصمه بأنه حديث على السياسة. واعتبر الصدر في معرض رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن المالكي أن كلام من باع العراق للإرهاب لا يهمني، فهو ليس صاحب قرار ولا ذا شعبية ليكون مؤثرا. استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولتهما طعن جندي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وصباحا أصيب فلسطيني بجروح خطيرة بعدما استهدفته قوات الاحتلال بالرصاص بحجة أنه طعن شرطيين عند باب الساهرة في القدس المحتلة. في اليمن أدخل الرئيس عبد رب منصور هادي تعديلات وزارية على الحكومة الوطنية وعين محافظا جديدا للبنك المركزي بعد نقل مقره الرئيس من صنعاء إلى عدن. قبيل توجهه إلى نيويورك لطرح الأزمة اليمنية في الدورة 71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، أدخل الرئيس عبد رب منصور هادي تعديلات وزارية في الحكومة أبرزها في الإعلام والمال، وعين محافظا جديدا للبنك المركزي هو صالح منصر القعيتي، ونقل المقر الرئيسي للبنك من صنعاء إلى عدن. هادي يعرض في نيويورك واقع اليمن وما يمر فيه من معاناة من جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية والقوى الداعمة لها.
لهم في مواجهة قرارات الشرعية الدولية 2216. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعددا من رؤساء الدول والوفود المشاركة بعدما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب عن تقديره لمواقف القاهرة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية، فيما أكد السيسي حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها. من جانبه جدد مجلس التعاون الخليجي رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وبعد اجتماع تكميلي للدورة 140 للمجلس الوزاري للتعاون عقد في مقر الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، طالب إيران بضرورة أن تغير سياستها في المنطقة والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها بما فيها ميليشيات حزب الله ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. ميدانيا غارت مقاتلات التحالف العربي على معسكر الأمن المركزي ومنزل المخلوع صالح في مدينة الحداد الساحلية، كما قصفت مواقع للميليشيات في منطقة بكر بمديرية شبام كوكبان التابعة لمحافظة المحويت شمال غربي صنعاء. أما في محافظة صعدة معقل الحوثيين فأكدت مصادر قبلية أن طائرات التحالف شنت نحو 20 غارة على منطقتي مندبة وثعبان في مديرية باقم، فيما دكت مدفعية التحالف مواقع تحصينات الميليشيات في المناطق المحاذية للحدود السعودية. وطول قصف التحالف في صنعاء معسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي شمال شرقي المدينة وعلى قاعدة الديلمي ومطار صنعاء. أما في مأرب فأفادت المصادر أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا للميليشيات فوق سمائها. تعز بدورها شهدت معارك بين الميليشيات والجيش الوطني، قتل خلالها 5 من مسلحي الحوثي والمخلوع صالح وجرح 7، فيما سجل قصف مدفعي وصاروخي من الانقلابيين على الأحياء السكنية شرق المدينة ما أسفر عن تدمير منازل وجرح مدنيين. دخل الأردن مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة غدا، وهي الأولى بعد التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الانتخاب الجديد. ويتنافس على مقاعد البرلمان 130 نحو 1252 مرشحا، فيما يشرف على العملية الانتخابية نحو 74,000 مراقب. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن الإرهاب حرف الإسلام وأن أحد أهدافه تلويث سمعة الإسلام، داعيا إلى البحث عن الحقيقة وبشفافية بعد كل اعتداء إرهابي. وخلال ترأسه مراسم تكريم ضحايا الإرهاب في وسط باريس التي تنظمه البلاد منذ 18 عاما، اعتبر هولاند أن الإرهاب أعلن الحرب على فرنسا منذ العام 2012، مؤكدا أن العدو واحد سواء كان القاعدة أو داعش. كشف حاكم ولاية نيويورك أن التفجير الهائل الذي هز منهاتن أمس متصل بالإرهاب، وأن المشتبه به في الهجوم يدعى أحمد خان رحمي وهو أمريكي من أصل باكستاني وقد يكون مسلحا خطيرا. كما تبين أن منفذ عملية الطعن في ولاية مينيسوتا الأمريكية والتي تبناها داعش هو شاب من أصول صومالية يدعى ظاهر عدن. تزامنا عثرت السلطات الأمريكية على عبوات مشبوهة عدة داخل حقيبة ظهر رميت في سلة للمهملات بالقرب من محطة إليزابيث للقطارات في نيوجيرسي، وقد انفجرت إحدى هذه العبوات حين كان خبراء المتفجرات يتفحصون محتواها بواسطة الرجل الآلي. وصلت فرق الإغاثة في نهر شاوا فرايا البحث عن 11 تايلانديا ما زالوا مفقودين غداة غرق سفينة تقل حجاجا مسلمين ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا. وكانت السفينة تقل أكثر من 100 شخص عندما غرقت بعد ظهر الأحد في مدينة أيوثايا التي تبعد حوالي ساعة من العاصمة بانكوك إثر اصطدامها بجدار ضفة النهر. أعلنت لجنة التحكيم لجائزة إيمي الأمريكية للمسلسلات والبرامج التلفزيونية لائحة الفائزين في النسخة 68 من المسابقة، ومن بين المتواجدين بجوائز إيمي لهذا العام الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الذي حاز جائزة أفضل ممثل عن فيلم مستر روبوت. مالك وهو في 35 من عمره أدى في الفيلم دور شخصية تعاني من الانطواء ولكنها تتمتع بقدرات على استخدام التكنولوجيا والقرصنة. بعد الفاصل في الاقتصاد، شركة تاتش تعرض تخفيضات على الانترنت.
والآن الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. أهلا بكم. عرضت شركة تاتش حزمة من التخفيضات على أسعار الإنترنت لجميع مشتركيها بالتنسيق مع الوزير بطرس حرب، تبدأ الشهر المقبل. تقرير والتفاصيل. استكمالا لطلب وزير الاتصالات بطرس حرب في 14 أيلول بتخفيض أسعار خدمة الإنترنت ودعما لخطط وزارة الاتصالات 2020، أعلنت اليوم شركة زين المدير المشغل للشبكة الثانية في لبنان بشخص نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة تاتش بدر الخرافي عن طرح مجموعة شاملة من حزمات الإنترنت المخفضة التي تلبي حاجة المستهلكين اللبنانيين. وتتطلب خطط التسعير الجديدة التي تشمل تخفيضات تصل حتى 40% موافقة وزارة الاتصالات المسبقة المتوقع الحصول عليها قريبا، حيث على أساسها تسري الأسعار المخفضة خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. وقال الخرافي: سنستمر نحن ووزارة الاتصالات في لبنان بالارتقاء بالابتكار الرقمي وتعزيز قطاع الاتصالات اللبناني في سياق تحقيق طموحات خطة 2020 التابعة للوزارة. وتلبي حزمة سوشيال داتا باندل حاجة العملاء الذين يودون البقاء على اتصال دائم بقنوات التواصل الاجتماعي مقابل بدل شهري قيمته $7، فيما تستهدف بوست بايد داتا سنيكس الخاصة بالخطوط الثابتة العملاء الذين يستخدمون سعة الاستهلاك التي يشتركون بها شهريا قبل انتهاء المدة المحددة لهم ويحتاجون لساعة استهلاك داعمة. بموازاة ذلك عززت تاتش حزمة الواتس أب من خلال زيادة ساعة الاستهلاك، بحيث باتت تتوفر حاليا بسعر $5 مقابل 250 ميجا بايت. أما حزمة الإنترنت الخاصة بالمؤسسات فأصبحت متوفرة بسعر $149 كبدل شهري مقابل 100 ميجا بايت، بما يمثل خفضا بنسبة 40% عن السعر الحالي. وجاءت التعديلات على الأسعار وتقديم حزم جديدة التي أعلنت عنها شركة تاتش اليوم بعد إطلاقها مؤخرا حزمتين جديدتين للإنترنت. ألغي التداول في بورصة أستراليا اليوم بعدما أدت مشكلة تقنية إلى تأخير بدء التداول لأكثر من ساعة، وتم تأجيل ميعاد الافتتاح الطبيعي للتداولات 10 صباحا بالتوقيت المحلي لأستراليا حتى 11:30 صباحا بسبب مشكلة تتعلق بجزء يسمح لها بإدارة الأسهم الفردية، وأن الشركة تعمل مع ناسداك لمنع عدم التكرار. وجاءت تلك المشكلة في وقت حرج بالنسبة للمستثمرين والمتداولين الذين يقيمون مراكزهم مع ترقب اجتماعي الاحتياط الفيدرالي وبنك اليابان هذا الأسبوع، وإلى جانب أنه من المقرر أن يكشف المركز الأسترالي عن وقائع أحدث اجتماعاته غدا. هذا وتبلغ قيمة سوق الأسهم في أستراليا $1.1 تريليون، مما يجعله سادس أكبر سوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قال البنك المركزي الأوروبي اليوم إن الاستثمارات في منطقة اليورو نمت في يوليو تموز، ولكن فائض المعاملات الجارية تقلص، ويرجع ذلك بصفة أساسية لتراجع الفائض التجاري. وانكمش فائض المعاملات الجارية المعدل لمنطقة اليورو التي تضم 19 عضوا إلى 21 مليار يورو، أي 23.5 مليار دولار في يوليو تموز من 29.5 مليار يورو قبل شهر، في حين قفزت الاستثمارات المباشرة ومحافظ الاستثمار إلى 72 مليار يورو من 6 مليار في يونيو حزيران. وخلال العام المنصرم ارتفع فائض المعاملات الجارية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للكتلة من 3% قبل عام. نزل الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أسبوعين اليوم مع ارتفاع سعر النفط الذي هيمن على السوق قبل اجتماع البنكين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة. وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية ومن بينها الدولار الكندي والنيوزيلندي والأسترالي 0.5% في التعاملات المبكرة في أوروبا، مع صعود النفط الخام 1.5% بفعل تكهنات بكبح إنتاج أوبك. وسجلت أسعار اليورو والين والدولار تغيرا طفيفا، مع تسليط مستثمرين الضوء على إمكانية حدوث تغيير في أدوات سياسة البنك المركزي الياباني وصدور بيان من مجلس الاحتياط الاتحادي في أمريكا أي البنك المركزي يشير بوضوح أكبر لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وتبددت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، مما دفع الدولار للهبوط حتى صدور بيانات التضخم التي فاقت التوقعات يوم الجمعة. وثمة تكهنات بأن يشرع مسؤولون في التمهيد لرفع سعر الفائدة في ديسمبر كانون الأول. هذا ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.2 إلى 95.888، وكان المؤشر سجل أكبر مكسب يومي منذ أواخر يونيو حزيران يوم الجمعة،
هذا واستقر اليورو عند دولار 11.59. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء. بعد الفاصل في الرياضة، مورينيو يحقق أسوأ رقم له منذ العام 2002. وهلأ الصفحة الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. أحرز الثنائي دكتور رمزي مشرفية ونادين صوايا كيس سليم سليم بالغولف بنسخته 46 يلي أقيمت امبارح على ملاعب النادي بمنطقة الجناح بمشاركة 104 لاعب ولاعبة من جنسيات مختلفة نافسوا وفق نظام الزوجة على مدة 6 ساعات. ونال الثنائي علي زعتري ورمزي بحصون جائزة مها سليم سليم يلي استحدثت بمجال تقديرها السيدة يلي كانت شريكة الدرب والمشوار لا سليم سليم. وأقيم حفل توزيع الجوائز بالنادي بحضور وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب حناوي والأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية العميد حسان رستم ورئيس جمعية المقاصد الإسلامية المهندس أمين الدعوق ورئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سلام ورئيس نادي الغولف الكابتن رياض مكاوي. وقد تولت الشخصيات الرسمية بالختام تقديم الكؤوس للفائزين. دوليا، عاد لريال مدريد انجاز غريمه الازلي برشلونه بتحقيق فوزه 16 على التوالي بالدوري الاسباني للفوتبول يلي كان على حساب الفريق الكتالوني الاخر اسبانيول بنتيجه 2-0 ضمن منافسات المرحله الرابعه. وبعد هالنتيجة قال مدرب الفريق زين الدين زيدان: أنا سعيد من أجل فريقي، لقد لعبنا مباراة صعبة ولكن الأهم أننا حققنا الفوز للاستمرار في صدارة الليغا. وأضاف: لقد سجل جيمس هدف رائع، لقد ساعدنا بشكل كبير في المباراة وأنا سعيد من أجله. عم يعيش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أزمة حقيقية وذلك بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي مع مانشستر يونايتد حيث خسر الشياطين الحمر امبارح أمام واتفورد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. الخسارة اللي تلقاها اليونايتد هي الثالثة على التوالي لتوضع المدرب البرتغالي بموقف صعب جدا ويتجمد رصيد فريقه عند 9 نقاط في حين رفع واتفورد رصيده إلى 7. ومع هالنتيجة بيكون حقق واتفورد انتصاره الأول على مانشستر يونايتد خلال 30 عام حيث كان الفوز الأخير بأيلول عام 1986. بالإطار نفسه أعرب جوزيه مورينيو عن أسفه من الأداء التحكيمي بمواجهة واتفورد يلي خسرها أمبارح، وقال: لا يمكنني السيطرة على الحكم أو التحكم في الحظ، الأمر الوحيد الذي يمكنني السيطرة عليه هو الأخطاء التي نرتكبها سواء على صعيد الفريق أو على الصعيد الفردي. وأضاف مورينيو: ارتكبنا أخطاء بالهدفين الثاني والثالث ويجب علينا التحسن على عدة أصعدة. واعترف المدرب بنفس الوقت بأنه فريقه ما لعب بشكل جيد أمام واتفورد حيث قال: لم نلعب جيدا، أشعر بالقلق وهذا الشعور الطبيعي حينما لا تحقق نتائج جيدة. ايضا من انجلترا الى ايطاليا حيث خالف انتر ميلان التوقعات واكد بانه الدوري الايطالي لن يكون بمثابه النزهه هالموسم بالنسبه لغريمه جوفانتوس حامل اللقب وذلك بعد ما قلب الطاوله عليه وحول تخلفه امامه الى فوز بنتيجه 2-1 امبارح الاحد ضمن منافسات المرحله الرابعه من الكالتشو. المدير الفني لليوفي ماسيميليانو أليجري أبدى قلقه من هالخسارة أمام الإنتر معتبرا أنه الأمر لا يصل لحد المأساة وقال: لقد بدأنا في التباطؤ والتهاون وقللنا الكثافة، هذه الهزيمة يجب أن نتعلم منها. وتابع: المشكلة الحقيقية هي أنه جوفانتوس كان سيء اليوم على المستوى التقني، إنها ليست مأساة ولكن علينا أن نكون قلقين قليلا بعد هذه الخسارة وعلينا الآن أن نسترخي ونستعد للمباراة المقبلة أمام كالياري. إلى عالم السرعة حيث استطاع سائق فريق مرسيدس نيكو روزبرغ من الفوز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى جولة 15 من بطولة العالم للفورمولا 1 متمكنا من تحقيق فوزه الثامن هالموسم ليستعيد صدارة ترتيب بطولة السيئين من زميله لويس هاملتون يلي اكتفى بالمركز الثالث بهالسبق. وواجه روزبرغ صعوبات بالمحافظة على صدارته بعد ضغوطات كتيرة لكنه تمكن بعدها من الفوز ليخطف صدارة ترتيب بطولة العالم للسيئين بفارق 8 نقاط أمام هاملتون زميله بفريق مرسيدس. ختام نشرتنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين: الجبير يواجه إيران بالوقائع دامغة التي تثبت رعايتها للإرهاب في المنطقة والعالم. أردوغان يلوح بتمدد عملية درع الفرات جنوباً
بالتزامن مع انتهاء الهدنة وتجدد القصف العشوائي. سلام يلقي اليوم كلمة لبنان أمام المؤتمر الخاص بالنازحين، على أن يلقي الخميس كلمة لبنان أمام الجمعية العامة. وفي الاقتصاد، تعليق التداول في بورصة أستراليا بسبب مشكلة تقنية. وفي الرياضة، ريال مدريد يعادل رقم برشلونة التاريخي في الليغا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.